ثم تلموا الكل مع بعضها في هذيك السيركل وتونس تعيش 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 بصوت عالي. دونك تفهم انه ثم ميساج اخر تاع موتيفاسيون كان عطاه جلال القادر كيما نقولوا احنا كف وكعبه حلوه، كف بعد الماتش اي سي بون ما نفرحوش ما عملنا حتى شيء بعد الدنمارك، وكعبه الحلوه يا الاولاد ما عاملين عليكم نتاع نهار الثاني نتاع لونتريمون تاع البارح بالطبيعه. دونك لهنا واضح انه المدرب جلال القادري الى حد الان مبدئيا قاعد يعرف كيفاش ياخذ الجروب نتاعو. حاجه اخرى نجمو نزيدوها وهي مهمه ومهمه جدا، ممكن العباد الكل تكلموا، كان جيتني انا قبل كاس العالم ونقول لك ما عندوش اضافه في كاس العالم، واي واحد ممكن وبرشا ناس قالوها، ممكن نحكيو على ايمن البلبولي حارس النجمه الرياضه الساحلي. الحقيقه تفاجات رفيق بالكومبورتمون تاع ايمن البلبولي، بالليتا ديسبري تاع ايمن البلبولي، وبدعم ايمن البلبولي، وبالقدر اللي يتمتع به ايمن البلبولي عند الملاعبيه. ميم سي يوسف المساكني اللي هو قائد الفريق حاليا ما نجمش يرفع عينه ويرفع راسه على يوسف على ايمن البلبولي اللي هو لو كان جاي يلعب هو القائد الاول قبل يوسف المساكني. وبالتالي الناس اللي تتسال حتى على مردود دحمان اللي كان متميز، هو صحيح مع فريقه مع نادي صفاقسي متميز، ومع المنتخب كذلك كان متميز جدا في الماتش البارح، وجزء من الكونفيونس اللي عند ايمن دحمان ممكن ساعدوا فيها ايمن البلبولي وبقيه الحراس، لانه راه مهم جدا انه الحراس يكونوا معناتها في تاد اسبري كل ما بعضهم الكل يحبوا بعضهم، الكل يدزوا في الحارس الاول نتاعهم، خاصه البلبولي لهنا، ونعرفوا علاقه ايمن بايمن يعني البلبولي بالمدلول بدحمان علاقه قويه برشا حتى في الانديه. شفنا البلبولي في الفيستير حتى كلمه قبل المقابله بتاع ماتش الدنمارك، وشفناه يلعب في دور القائد قائد باتم معنى الكلمه. كريم، ملامح تشكيله ملامح خطه، فما اخبار السؤال الاولاني اللي قاعدين يتسالوا فيه تويز الكل والبلاتوات الكل، باش نلعبوا بثلاثه في اللاكس ولا باش نغيروا باش نصنعوا اللعب باش نحطوا زوز في اللاكس، فما حاجات بدات تظهر ولا مازال بكري؟ هو اليوم باش يبدا يظهر، لانه اليوم مسكر الانترينمون مسكر، دونك اليوم تقريبا باش تبدا تظهر، دونك حاليا ما ثماش ماهيش واضحه برشا. المعلومه اللي نعطيها لك انه في البلان جو نتاع جلال القادري، جلال كان من المفترض انه معمل على ماتش الدنمارك طريقه دفاعيه باش استراليا باش يغير. اليوم الجمعيه مشات في ماتش الدنمارك، اسكو يبدل ما يبدلش؟ الحقيقه في مازق اليوم جلال القادري ممكن في البلان داكسيون اللي عامله من الاول من قبل ما يمشي لقطر ماتش استراليا كان باش يلعب الكاتر وتروا لانه مطالب بصنع اللعب. اليوم الامور مشات دفاعيا، خاف يبدل تتغير الامور، حسيله معناتها مش واضحه الامور 100%. نعتقد انه باش يحافظ على الخطه نتاع 3-5-2 اللي بدينا بها، ولكن باكثر توصيات هجوميه، وبالتالي ممكن بن سليمان ما نراهش في المباراه هذه، نشوف الخزري مكانه كلاعب هجومي اضافي مع الجبالي ويكون مساكني تحت زاتاكون، ممكن في ليكولوار نشوفوا كشريده اللي بلي اوفونسيف معناتها هجومي اكثر من دراجر، شوفوا عليه زاد ممكن زاد نشوفوا ممكن نشوفوا عليه معلول، لانه العادي قدم مباراه طيبه في المباراه الاولى ممتازة. دفاعيا مباراه دفاعيا ممتازه، ما شاركش برشا ممكن في الهجوم كوره ولا اثنين فقط، ولكن اذا كان تحب تقدم القدام اما تعطي العابدي توصيات هجوميه او علي معلول اللي بطبيعته يعني جناح معناتها هذه جناح نفاثة يعني. هذه تقعد قراءه كريمه، ماهوش اخبار مش تسريبات مش قراءه، هي قراءة ما نجمش نعطي قراءة من عند ملاككة لحظة عاد ما تبداش تبتسم بابتسامة الثعلب الماكر كريم، اي قلنا ما لديه تسريبات معناها تقريبا نتعاملوا معاهم على اساس معطيات. شوف رفيق شوف رفيق، اذا كان جات معطيات دقيقة 100% تأكد راني باش نقولها، لكن ما دام حاجة ماهيش دقيقة دونك قيدها على اساس تخمينات كريم مقني ميسالش بعد كريم مقني بعد بشوية بشوية نهزها لنا القضية الكل. حمام ديسي نعطيك معلومة أخرى رفيق، ما عادش عندنا وقت ولا لا؟ عندنا نكملوا.